حضرات المشاهدين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وتقبل الله صومكم وبارك يومكم. من الأمثال الشائعة والمعبرة يقول لك ماري ولا تكون حسود. ماري يعني حاول أعمل كيف غيرك، زاحمه وتنافس معاه، لكن إياك والحسد، لأن الحسد ظاهرة خطيرة للغاية. الحسد يشقى به الحاسد قبل المحسود. يحكيه على تاجر ثري ما رزقه ربي بوليد كان بعد جهد جهيد، ومن كثر خوفه عليه عمل له دار تحت الأرض وجهزها بكل ما يلزم، وقال ما تراه الناس كان ما يصيح ما يصح ويولي راجل، وعمل واحد لاهي بيه ويدخل ويخرج بالمفتاح. نهار من الايام نسى هيك اللي لاهي بيه الباب محلوق، ويتم هيك الولي طالع مع الدروش يلقى امه في وسط الدار. قال لها يمي انتم ليه عايشيني تحت الارض؟ يا اخي الناس الكل عامله هكا مع صغارها. قلت له ليدي امك جيت على الشوق وابوك يخاف عليك. قال لها ابويا اش يخدم؟ قلت له ابوك من التجار. قال نحب نمشي نراه ونرى تجارته. اي ناديت على الخدام، قلت له برا وصلوا البوه. قام الخدام هكا الولد حتى وصلوا البوه، يلقاه في المجلس ودايرين به جماعه التجار. هو راه هو قام يجري عنقه، قال له يا وليدي اش خرجك؟ وش جابك؟ اي منها جاب خليه بحذاه وقال لهك الجماعه اللي قاعدين هكا معاه هذا ولدي، وحكى لهم على خوفه عليه. هو ثم واحد من الجماعه والعياذ بالله ما يفرح لحد، هو راك الطفل وتمكن الحسد من قلبه، قال هذا عامل هكا باش يتفخر علينا، ولا كل نهار يزيد قلبه يزيد سواد والحسد ياكل فيه. قال لا من نرزيه فيه. زاد الوليد كبر وصار ديما يجي لحانوت بوه. جا هكا الراجل الحاسد والعياذ بالله، الجماعه اولاد في عمر هكا الطفل، قال لهم نحبكم عمروا له راسه باش يخرج يتاجر. مشاو هكا الوليدات قالوا له الوقت ايش باش يتقعد تحت كلاك البوك؟ او اعمل على روحك وصير راجل وشوف الدنيا. وقعدوا بيه قعدوا بيه ولاو جلبوه. قال له يا بويا نحب نمشي مع القافله نجرب الدنيا. عرضوا ابوه عرض يخاف عليه، ومنها ولوا سقلوا متقول 10 جمال وقصد ربي مع القافله. شكون قائد القافله؟ قائد القافله هو هكا الراجل الحاسد. كيف بعدوا على العمار عين ليله من الليالي قره وريح وكل حد ملكمد على روحه، وبعد هكا الولد على القافله وهو ما عندوش تجربه وكتفه وعطى الاذن للقافله باش تسير. وعد هكا الولد الليل وهو بين حياة وموت حتى طلع عليه النهار. قعد يسيس في روحه حتى حلك الكتاف وقام يتمشى. البر خالي، لا طاير اللي يطير ولا سير اللي يسير. برا ماشي برا ماشي حتى كهب على بلاد. الدار اللي عرضته لولا واجب على مواليها صوت، خرج له رجل كبير همه وعمه. قال له شكونك يا ولدي؟ قال له عابر سبيل، تلفت القافله بتاعي. دخل هكا الراجل وفرح بيه، كلا وشرب وتحمد وشرب وتشكر. هيودي قال له قدير ربي هي اللي سقتك الهون، اش قولك تقوم بالخدمة تصور فيها ياسر فلوس؟ قال له شنو الخدمة؟ انا ما عمليش خدمت. قال له سهلة ما فيها شيء، عندي بنتي عطيتها لولد عمها بالغصب وهي ما تحبوش، غششته حلف عليها بالثلاث، وتوا وليدي ما تنجم ترجع له كان متعرس براجل اخر وتتطلق منه باش نجم ترجع له. كان تحب نكبولك الصداق عليها ونعطيوك 10,000 ريال اما غدوة تطلقها، اما لو كانك ما تطلقهاش راك انت تدفعنا 10,000 ريال. قال والله يبارك. وقصدوا ربي للشهود وكتبوا لهم الصداق كيما تفهموا، ومشى عاد لدار العروسة جديدة. هي كيما قلنا واخذة ولد عمها بالغصب وما هوش يعامل معاها الباهي، وزيد لقات هالوليد الزين والجمال والتربية والمنعمة. قالت له لو كانت تحب ما تطلقنيش ونعيشوا مع بعضنا. قال ماذا بيا؟ أما مين ندفع الشرط 10,000 ريال؟ قالت له اطلب ربي واللي يطلب ربي ما يخيب. هو عندي 100 ريال،
انت غدوة كيف يقيموك للقاضي حط له في كفه 50 ريال راهو متلوش عليه هو يخرجك منها كيف الشعرة من العجي. الغدوة جابوا الطفلة ولد عمها باش يطلق، قالوا لا يا ولدي ما نطلقش، مرتي مريت منها كان الخير. قالوا لا يدفع الشرط، حبوا يعزوه. قالوا ما مهلوني نخدم ونخلصكم. قالوا الشي ما نعرفه، وكبشوا فيه وديوه للقاضي. القاضي حل الصداق قراه، قال له واجب عليك تو تدفع. غافل هكا الولد الجماعة وحط له في كفه 50 ريال. أي قال له تعرف كيفاش برا نمهلك 10 أيام، ومشاكل حد على روحه. وكيف ما يقولوا فيها اشرب شربة تعديك ميل، ما مازالت عنده 50 ريال. تعدى للسوق خذ الحم والغلة وكل ما يلزم ودخل يلقى المرية تستنى فيه. فرحت بيه فرحة كبيرة، تعشى وتحمده وتشكره. أي قاتلوه راني بارعة في ضرب العود، راني فنانة. وجبت عندها عود وبدأت تخربش بألحان وتقاسيم عجيبة. أو ليلتها السلطان خرج هو والوزير يعملوا في دورة متنكرين في دبش متاع دراوش يسموا فيها كالفن. دقوا الباب، خرج الرجل قال له ناس جواعة حويجة ناكلوها. الرجل هو كما قلنا مربي بالخير، ويقول لك خذها من يد شبعان إذا جاع، وما تاخذهاش من يد جيعان إذا شبع. قال لهم ادخلوا قولوا لي يكتم من ربي، ونصب لهم الميدة وقعدوا ياكلوا. والمرأة في البيت الأخرى واصلت تضرب على العود. غزر السلطان لهيك الرجل وقال له أعطاك ربي هالنعمة يا ولدي. نهى ذاك الرجل وقال له ما هيش دايمة. ليه قال له تقول هكا؟ قال له على خاطر مأجل في 10,000 ريال 10 أيام، إذا ما نجيبهاش يزيم نطلقها المرأة هذه. قال له ما تأيسش من رحمة ربي. وجو خارجين وخاطل السلطان هيك الراجل وجبد 100 ريال ودكها تحت البساط. الغدوة قامت المرة تحرك في دارها تلقى 100 ريال، نادت رجلها وعطتهم له. خرج كيف العادة قضى ما يلزم، وبعد العشاء نصبوا المعيد والباب دق يلقاهم هيك الزويز بتاع البارح. قالوا له أيزيش توكلنا الليلة. دخلهم كيف البارح كلا وتحمدوا وتشكروا. وقبل ما يخرجوا جبد السلطان 100 ريال خلها تحت البساط وجبدوها على هيك المعدل 9 أيام. الغدوة يوفى الميجال أما يجيب 10,000 ريال ولا يطلق. صار الليل مستانس الراجل يجيوا هيك الزوز دراوش، ليلتها ما جاوهش. وبات هو ومرته في حالة حليلة على خاطر الغدوة كل حد مش يمشي على روحه. كانك منسي السلطان استخبر من تحت حسمس على سي وخينا، وعرف باللي هو ولد أمين التجار في بلاده، وعرف كيفاش غدر بيه صاحبوه وقت حسده. مشى جهز ما تقول 20 جمل وعمل عليهم واحد من العبيد متاعه، وزاد صرة 10,000 ريال وقال له عقاب الليل السوق هجمال وتمشي بيهم لدار فلان بوهك المرأة. وسألوا على دار نسيبه جديد وقلوا هذه قافلة بعثها له أبوه كيف اسمع باللي التجارة متاعه تسرقت. عقيب الليل دق الباب، خرج بوها كالمرأة يلقاها قافلة 20 جمل ودبش وتجارة كبيرة. فضل يا ودي، قال له يا سيدي هذه قافلة بعثها أمين التجار في البلاد الفلانية الولده اللي واخذ بنتك كيف اسمع باللي التجارة الأولى متاعه تسرقت. تعرفوش وين ساكن؟ هك الشيء عينيه تقلبت. قال له كيفاش ما نعرفش دور نسيبي؟ تبعني. وتموا ماشيين. النهار دوب هكا بدا يبهر، دق الباب. الراجل كيما قلنا بايت ما رقدش. قال له يا مراتي بوك كاين وعليه طلب روح، ما استناش حتى يطلع النهار بالباهي. وخرج مسكين ساق القدام وعشرة التالي، يحسب مرسول القاضي جاباش اما يطلق ولا يدفع 10,000 ريال. واذا بيه يلقى نسيبه وعشرين جمل معبيين بسلع. صباح الخير نهارك سعيد. قال له نسيبو تيتي ولد سيفان امين التجاره. قال له نعم. قال له ملا بوك بعث لك هالقافله هذه وبعث لك معها 10,000 ريال. ويقيم هاك الرجل يديه الفوق ويقعد يحمد فيه ربي ويشكر فيه ويقول موسعك يا رحمه ربي، ويدخل يجري هني في مرته وقال لها توا نمشي ندفع له 10,000 ريال. ويرحمهم كيف قالوا، يبيتها في شان ويصبحها في شان وهو عظيم الشان. وعلى أمل أن نلتقي
أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.